شركات تتعامل مع الفوركس، احنا نعرف ان فيها ملاحظات جدا كثيرة. بعض الشركات الصعوبة في التحويل يمكن تكون هي اكبر اشكالية، يعني تكون تعاملنا وياها سنة او سنتين او 3 سنوات 4 5 سنوات، لكن دائما عندهم نفس الاشكالية، ان كيف احول فلوسي من خارج المملكة وكيف ارجع فلوسي. واحدة من الشركات القديمة وحاليا تعاملت معها من فترة، وان شاء الله بواصل التعامل معها، عندي حساب فيها وهي سويس كوت بنك. ميزتها ان التحويل من والى المملكة جدا سهل، عبارة عن تحويل عن طريق الايبان، كأني جالس احول الى اي بنك خارجي، فما عندي اي مشكلة لا في التحويل ولا في السحب. وكل البنوك ما عندي اي مشكلة فيها، سواء كانت تتكلم عن المملكة أو نتكلم عن غيرها من بقية الدول. الشركة طبعا هذه توفر أشياء كثيرة تداول، سواء كانت أسهم أو كانت فوركس وهي الأساس، أو حتى العملات الرقمية. بالنسبة لفتح الحساب جدا سهل وبسيط، عندهم مكتب في الإمارات، فاللي حاب يقدر يمر عليهم هناك او نتواصل معاهم، هم يتصلون فيك بشكل مباشر. لاحظت ان هم في التسجيل اشد من شركات ثانيه، يعني تعاملت مع من قبل مع 3 شركات، لاحظت ان هذه هي الاشد في التعامل من ناحيه توثيق البيانات، ومن ناحيه حتى توثيق الدخول للحساب، بحيث ان اضمن ان ما في واحد ثاني يدخل الى حسابي كهكر مثلا او غيره. بكل بساطه في رابط موجود عندك في التعليقات، بس نزل تحت في الديسكريبشن، في الوصف للفيديو بتلاحظ انه موجود. نطلب منك اللقب سيدة سيدة، الاسم الاول، اسم العائلة، الحالة الاجتماعية، تاريخ الولادة، يفضل طبعا الكتابة باللغة الانجليزية مثل ما هو في الجواز، لان بيطلبون منك كإثبات انك ترسل صورة الجواز. فحاول انك تستخدم نفس التاريخ. الجنسية، العنوان القانوني، شارع، الرمز البريدي، واستخدم الموجود عندك في وطني. المدينة، الدولة. عنوان المراسلة طبعا هم بعض الأحيان يرسلون لك رسائل، فتقدر تخير إما هو نفس الخيارات اللي قبل أو إنك بتغيرها. رقم الجوال، رقم الهاتف، طبعا الجوال هو إلزامي، أي حاجة عليها لون أحمر هي إلزامية، أي شيء ما عليه مش إلزامي. عنوان البريد الإلكتروني، حاول إنك تاخذ إيميل دائما توصلك عليه الرسائل او التحديثات، مثلا الجيميل، تتاكد دائما من الجنك ميل ان ما راحت الرسائل هناك. اريد استلام كلمه مرور الحساب الخاصه بي، اما عن طريق الرسائل النصيه او عن طريق البريد الالكتروني. طبعا اذا حطيت الرسائل النصيه مباشره امورك تمام، لو حطيت بريد الكتروني بيطلع لك هني على ان انت ترى احنا نفضل اس ام اس، الرسائل النصيه هي افضل، لكن لو تبغى حط نعم بمجرد بتروح بعدين. كيف سمعت عن بنك سويس بنك؟ من صديق مثلا، حاليا انت قاعد تسمعني فانت قاعد تاخذ المعلومه من صديق. هل تم تعرفك بسويس بنك من قبل محمد سنبل وانا دكتور محمد؟ الرمز الترويجي هو رمز، هذا يعطى لكل شخص عنده حساب. يعني انا عندي حساب الحين، اقدر اعطيك الرمز الخاص فيني، انت مجرد تدخل وتسجل وتحط الرمز اللي حقي، وقت اللي تودع فلوس عندهم يعطوك مكافاه ويعطوني انا مكافأة، فاثنين نستفيد، فتقدر انك تستخدم هذا الرمز الموجود وبكتب لك اياه في الوصف. طبعا هالكلام للجميع، بمعنى انك لو فتحت حساب الحين مثلا وحطيت الرمز اللي حقي، انت استفدت انا استفاد. بعدين جاء اخوك، صاحبك، صديقك، واحد من معارفك وقال انه هو يبغى يفتح، تقدر اما تحط الرمز اللي حقي او تحط رمزك انت الخاص فيك، فانت في النهاية بتستفيد من نفس الموضوع. تمشي معاهم الخطوة الثانية وتبدأ تمشي من ناحية تسجيل كامل البيانات. هي جدا جدا سهلة وبسيطة. طبعا هنا يكتشف ميزات برنامج الإحالة التابع لنا اللي هو هذا الرمز، كيف بتستفيد بالضبط؟ فهم ماخذينها بالفرنك بحكم انه هو بنك سويسري يتعامل بالفرنك اللي هو سي اتش اف عملته. مجرد انك تحول 100 فرنك هم يحولوا لي 100، يعطوني كهدية او كمكافأة، ويعطوك انت 100 ك مكافأة. طبعا اتأكد من كم المبلغ اللي لازم تحويله في البداية، هل هو 100 او اكثر او اقل، هذا عليك ان انت تتأكد منها. طبعا ان شاء الله ان شاء الله بنشغل بعد فترة صندوق تداول مشترك، بيكون جدا ممتاز، جدا جبار، طريقة إدارته مختلفة ان شاء الله عن السابق، و
اللي حاب يبدأ يسجل حساباته ويسجل ويفتح الحساب، بحيث إن شاء الله مع منتصف ديسمبر أو بداية يناير بالكثير بنبدأ تشغيل الصندوق. وبيانات إن شاء الله ومعلومات كاملة الصندوق بتكلم عنها في مقطع منفصل إن شاء الله تعالى. وبالتوفيق.